افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد معرض قمة الهرم حضارة مصر القديمة بمتحف شنغهاي القومي بالصين وسط إقبال جماهيري غير مسبوق. أكد الأمين العام نفاد جميع التذاكر اليوم الأول، حيث تم بيع 250 ألف تذكرة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد الأكبر في الصين منذ عام 2003.